بعد الأحداث المرعبة والكوارث الطبيعية اللي حصلت على مستوى العالم من بداية السنة لحد الأسبوع اللي فات، من أول زلزال تركيا واللي سبب خسائر مادية كبيرة وراح ضحيته آلاف الأشخاص والمصابين، لحد زلزال المغرب وتسونامي ليبيا واللي بسببهم حصلت مأساة كبيرة في البلدين. العالم كله بقى عايش حالات رعب وترقب لأي حدث ممكن يحصل يقلب حياتهم زي الدول التانية. وفي وسط ما العالم في حالة ترقب للي بيحصل في المغرب وليبيا، حصلت هزة أرضية عنيفة في اليونان، وتحديداً في جزيرة كريت اليونانية، واللي كانت بقوة 3.2 من عشرة درجة على مقياس ريختر، وكانت على عمق 14 كيلومتر. كل الأحداث دي خلت ناس كتير تفكر، هل ممكن مصر تتأثر باللي بيحصل في العالم؟ والسؤال ده رد عليه الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، وقال إن الزلزال اللي حصل في جزيرة كريت في اليونان ممكن يؤدي لموجة تسونامي، ودي بتختلف في شدتها من مكان لمكان. كمان أكد إن مصر مش هتتأثر بشكل أو بآخر باللي بيحصل، وقال إن على الجميع توخي الحيطة والحذر، خاصة سكان المناطق القريبة من السواحل الشمالية. كمان اتكلم عن ظاهرة الأعاصير اللي بتحصل في البحر المتوسط، وقال إن هي ظاهرة كانت بتحصل كل فترة، وده راجع للتغيرات المناخية الحادة اللي بيشهدها العالم دلوقتي. كمان قال إنه على جميع سكان السواحل العربية المطلة على البحر المتوسط إن هم يتوخوا الحذر. النهري قال إن ظاهرة التغيرات المناخية أصبحت حادة وقوية، وده نتيجة الفعل البشري باستخدام الوقود الأحفوري المتمثل في الفحم والبترول والغاز. قال إن على جميع دول العالم وخاصة مصر الاعتماد بشكل أكتر على الطاقة النظيفة المتمثلة في الشمس، زي الطاقة الشمسية الموجودة في محطة بنبان أسوان، وطاقة الرياح المولدة في جبل الزيت وساحل البحر الأحمر، بالإضافة لتدشين مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة بقناة السويس، واللي هتخلي مصر مركز عالمي لإنتاج الوقود الأخضر وتصدير الوقود الأخضر للدول الأوروبية اللي هي في أمس الحاجة ليه. أما بقى الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال إن زلزال المغرب مهما بلغت قوته مش هيكون ليه أي تأثيرات على مصر، وده راجع لبعد المسافة. كمان قال إن القلق ممكن يحصل فعلاً في حالة حدوث زلزال على البحر الأحمر فوق خليج العقبة، لأنه هيكون ليه تأثير مباشر على مصر، والمفروض نقلق فعلاً في حالة حدوث زلزال قادمة من السعودية وكمان شمال مصر من اليونان. ووضح إن الزلازل بتاعتنا على قدنا، وقال لأهالينا ما تقلقوش واتطمنوا، إحنا بعيد عن الزلازل المدمرة. أما بقى العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، زي ما تعودنا منه على تنبؤات بالزلازل والكوارث الطبيعية، كلامه ما كانش مطمئن خالص، وقال في آخر تدوينة ليه على موقع إكس إنه في احتمال كبير يحصل تسونامي الأسبوع اللي جاي، وده هيكون نتيجة لزلزال عنيف، ولازم العالم يكون في حالة حذر من الأحداث اللي هتحصل. فرانك حذر من وقوع زلازل مدمرة جديدة، وقال قد تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 ل 17 سبتمبر تقريبا، وقال إن الفترة من 19 ل 21 سبتمبر من المحتمل إنه يحصل فيها نشاط زلزالي يتراوح من 6 ل 7 درجات. كمان قال إنه من المحتمل إنه ما يمرش وقت طويل لحد ما يحصل زلزال كبير، ولو كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب عليك أن تكون على بينة من الخطر اللي بيكمن على الساحل، فقد يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقاً. آخر حاجة قالها، علينا إن إحنا ننظر لمواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط، إنها ظاهرة معروفة في علم الزلازل، وغالباً ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى، ثم لدينا عدة أيام وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر. لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي الرابع والسادس من سبتمبر، ولا ينبغي الاستهانة بها.